غرب الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي. أنا مطمئن بالنسبة للمغرب لأن نحن نعيش في محيط الزم. تعرف إيطاليا فيها نسبة أوروبا كلها 1.1 المغرب 3.7%. أعزائي المشاهدين، أسعد مساء ومرحبا بكم في لقائنا لهذا المساء. معي هذا المساء الدكتور لحسن الداودي، والدكتور لحسن الداودي عنده أصابع على كل المجتمع المغربي سواء كانت سياسية اجتماعية اقتصادية. دكتور، نرحب بك في قناة الأمية. شكرا لك. طبعا الدكتور، نريد نحكي فلخصة عن حياتك، نبديها بحياتك الدراسية بعدين نرجع على حياتك السياسية. والله يعني حياتي حياة بسيطة. أنا ولدت في عائلة أمازيغية في الأطلس المتوسط. نعم. أنا ابن الجبل. والمدرسة كانت بعيدة وكنا نمشي على الأرجل، وبعد في الثانوي أبعد كانت 10 كيلو تقريبا على البايسيكل. ومن بعد البكالوريا يعني الثانوي انتقلت لفرنسا ودرست هناك في ليون في تخصص اقتصاد، عملت دكتوراه السلك الثالث لان النظام الفرنسي فيه دكتوراتين. دكتوراه السلك الثالث في الاقتصاد حول استراتيجيه التنميه في المغرب سنه 79، ودكتوراه الدوله سنه 89 حول الاندماج الاقتصادي للعالم الاسلامي. نعم، فعندك تو ماستر ديجري. يا ترى دكتوراه السلك الثالث ودكتوراه الدوله. نعم. بعدها؟ بعدها دخلت استاذ جامعي بفاس من 79 الى سنه 96، ومن بعد دخلت السياسه. نعم، خلينا نحكي عن السياسه. انتميت الى حزب العداله والتنميه، كيف انتميت له وامتى وكيف كانت مراحلك مع هذا الحزب؟ حزب العدالة والتنمية هو امتداد لحزب قديم، ولكن العناصر الجديدة التي دخلت هي عناصر الحركة الإسلامية، حركة إسلامية. ودخلنا مع الدكتور الخطيب وعملنا المؤتمر سنة 96، وانطلقنا شيئا فشيئا بمنطق لا نزعج الآخر، لأن إذا زعجت الآخر بيقتلك أنت في المهد. إذن علي حال تطورنا من 9 برلمانيين إلى 125، ولكن هذا أخذ أكثر من 20 سنة. إذن كان التدرج، منطق التدرج والتغيير في إطار الاستقرار، هذه كانت هي القاعدة الأساسية التي وصلنا بها حتى اطمأن إلينا الغير، لأن عندما يأتي تيار إسلامي يرون في هذا الكل يتخوف، ولكن إذا لابد أن تكسب ثقة الآخر. صح. الحمد لله اليوم كسبنا ثقة الآخر، وإحنا الآن نسير كل المدن الكبرى في المغرب، الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة. حسب معلوماتي أنت حصلتوا على أكثر كتلة سياسية في البرلمان. أيوة. وأنت شكلت الحكومة. إحنا نسير الحكومة الآن. إذن الحمد لله، هذا استثناء. المغرب بلد استثناء في العالم العربي باستقراره، ولكن أظن رأيي الخاص أن هذا يرجع إلى أن المغرب ملكية دستورية، عندنا الملك وليس العائلة المالكة. إذن هذه مؤسسة ملكية، إذن فيها برلمان، فيها أحزاب منذ الاستقلال، والمغرب عاش في ظل التعددية الحزبية. نعم. لم نعرف ديكتاتورية بالمفهوم العربي أو العسكر. نعم. إذن هذا الحمد لله سمح للمغاربة أن تتطور ويستقر، والآن المغرب الحمد لله ينعم باستقرار في المنطقة. نعم، الاستقرار موجود في المغرب، بس خلينا نتكلم على الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، الوضع السياسي. أنت تكلمت على الوضع السياسي بصفتك أنت أنك خضت وعندك خبرة واسعة جدا، لأنه بديت مع قبل عشرات السنين.
كيف تنظر أسا وأنت متقاعد للوضع في المغرب، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي؟ أنا مطمئن بالنسبة للمغرب، لأن نحن نعيش في محيط مؤزم. تعرف إيطاليا فيها نسبة نمو 0.3%، أوروبا كلها 1.1%، المغرب بالنسبة ل 2020 ننتظر 3.7%. إذن المغرب مستقر ونسبة النمو تتزايد سنة بعد سنة، وسنة 2020 سنصل إلى إنتاج 700,000 سيارة. والمغرب ينتج المحركات ليس فقط التركيب، وقطاع الطائرات نسبة النمو يتجاوز 10% سنويا. والمغرب له آفاق كبيرة، لأن عنده احتياط 75% من الفوسفات العالمي، والآن إحنا نتحكم في 70% من السوق الإفريقية في مشتقات الفوسفات، والآن ندخل السوق الأمريكية رغم أن أمريكا هي أول منتج، ندخل السوق الأمريكية ونسعى إلى الدخول إلى السوق الصينية. إذن آفاق واعدة. كيف ترى علاقاتكم مع الدول المجاورة وعلى المستوى العربي والإسلامي والأفريقي؟ والله مؤسف أن المغرب غير محدود على مستوى الحدود، لأن الحدود الجزائرية مغلقة منذ زمان، ولكن العلاقات الأخوية مستمرة. أما مع الدول العربية والإسلامية فعلاقات جيدة منذ قدم، والمغرب لا يتدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى، ويرفض أنه أي دولة أخرى تتدخل في شؤون الداخلية. نعم. طبيعي أنك ترفض أنك يعني يتدخل في شؤونك الداخلية. ولدينا علاقات كبيرة، لدينا موقع متقدم مع أوروبا، لأنه قريبين على أوروبا، فعندكم التبادل التجاري 13 كيلو بيننا وبين أوروبا. نعم. 13 كيلو جبل طارق، يعني نرى إسبانيا من المغرب من طنجة. إذن علاقتنا يعني تتقدم كثيرا مع أوروبا، ونصدر تقريبا أكثر من 75% من صادرات المغرب نحو الدول الأوروبية. نعم. دكتور الأحسن، في أمريكا في جاليات عربية حوالي أكثر من 7 إلى 8 مليون، بس الأهم من أنه القوة الاقتصادية للجاليات العربية جيدة جدا، يعني مقابل القوة الاقتصادية مقابل حوالي 27 إلى 30 مليون نسمة. هل الجالية الموجودة، طبعا المغربية جالية صغيرة، بس الجاليات العربية تنظر للدول العربية كدولة عربية واحدة. أيوة، يعني واحد. ما تقول للمغرب ولا العراق وهذا، نو، تنظر لهم. فشنو الدور، شنو الأشياء اللي قمتوا بها حتى تتقربون من هاي الجالية العربية اللي هي جالية لها تأثير اقتصادي، تأثير اجتماعي، تأثير سياسي على مستوى المجتمع الأمريكي؟ ربما دور المغرب على مستوى ممكن نقول أنه ليس في مستوى التحدي، لأن المشكل هو مشكل لغوي. المغاربة كانوا مستعمرين من طرف فرنسا، إذا نتكلم الفرنسية. نعم. أما العلاقات مع فرنسا وإسبانيا علاقات قوية، لأن لدينا حوالي 5 مليون مغربي كذلك يتكلم الإسبانية. إذا علاقتنا مع أوروبا، إحنا أقرب من أوروبا. الآن مع كندا العلاقة تطور، لأن فيه جالية قوية. أما الولايات، أيوة، أما الولايات المتحدة فهي كذلك قارة كبيرة جدا، وعدد المغاربة قليل بالنسبة للجالية العربية، ولكن كما قلت الجالية تنظر إلى العالم العربي. نعم. كقطب، كدولة أحدى. أنا كنت عندما كنت وزير التعليم العالي، نعم، فيه باحثين من فلسطين، من العراق، من سوريا، يأتون من مصر، يأتون المغرب كأنهم يأتون إلى بلدانهم. إذن الحمد لله الإشكاليات البينية هنا، نعم، لا يعيشها المواطن العربي الذي هو خارج الوطن العربي. له انتماء قوي للعالم العربي. صح. لا يفرق بين هذا وذاك، هذه قوة هذا الانتماء. نعم. مهما احنا اندمجنا مع المجتمع الامريكي، دائما اكو الانتماء إذا 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 الدول اللي جينا من عندها، الدول اللي أو يعني آبانا وهذا تعرعوا فيها، فما مهم كلش أنه نقوي هاي العلاقات.
بتقوية هاي العلاقات راح تقوى العلاقات الاقتصادية، العلاقات، وخاصة إن كان أنت كنت وزير التعليم العالي، فأسألك كيف أنه هل أكو بعثات من المغرب إلى أمريكا متبادلة، وكيف تنظر بالوقت الحاضر للمستوى الأجوكيشن الدراسي في المغرب؟ أولا العلاقة مع الجامعة الأمريكية يتطور الحمد لله، وفيه باحثين يطلع على الجامعات الأمريكية، وفيه عدد الطلبة يتزايد سنة بعد سنة. نعم. والتعليم في المغرب هناك جزء تقريبا ممكن نقول في المستوى المطلوب، وهو مثلا مدارس المهندسين، مدارس كلية الطب، مدارس التدبير، هي في المستوى، هي مطلوبة، لأن المغرب دولة صغيرة نسبيا، ولكن عندنا تقريبا 600 مهندس يغادرون المغرب سنويا، وفيه مكاتب أوروبية وكندية في الدار البيضاء لاستقطاب المهندسين والأطباء. هل في لأمريكا؟ أمريكا لا، في أمريكا فيه، ولكن العدد قليل الآن اتجاه، لأن كندا في جزء يتكلم الفرنسية طبعا، في مونتريال وغيره وكيبك. نعم. إذن الأمر سهل. نعم. إذن الهجرة نحو كيبك مونتريال وكيبك. نعم. وقوية جدا. نعم. ولكن الآن فيه الأغنياء بيرسلوا أبنائهم من الولايات المتحدة للدراسة. عشي. بالنهاية التكنولوجيا والتقدم الموجود في أمريكا ما موجود في أي دولة بالعالم، فإحنا نتمنى أنه هذول الطلاب يجون لأمريكا حتى يحصلون على أعلى مستويات من التعليم. أيوة، في يعني في شركة كبرى أمريكية في الطيران الآن في الدار البيضاء، الآن عندنا أكثر من 100 شركة، الشركة الكبرى كلها موجودة في الدار البيضاء على مستوى الطيران. إذا المغرب أصبح قطب، والتعاون الأمريكي المغربي جيد الظروف الحالية، ولكن أريد أن أفتح قوس، ربما عدد كبير ما يعرف كثير تاريخ المغرب. المغرب هناك دول لها تاريخ عريق، العراق ولا سوريا ولا مصر، ولكن المغرب فيه خاصية، فيه أول جامعة في العالم بنيت في المغرب، من بناها؟ امرأة، فاطمة الفهرية. نعم. سنة 859، وبها درس البابا سيلفستر II من 996 إلى سنة 1000، ومن هنا أخذ الرياضيات إلى الغرب. وابن ميمون كان يهودي الديانة، وكان يدرس بالقرويين قبل أن يذهب طبيب لصلاح الدين الأيوبي. الحضارة العربية كانت هي اللي مدت. ومعي شهادة دكتوراه إجازة في الطب من القرويين، هي أقدم إجازة وصلت إلينا، ربما هناك إجازات أقدم، هي أقدم إجازة في الطب البشري والبيطري، هذه أعطيت لسنة 1207 ميلادية، عمرها 800 غالبا 800 سنة. أيوة. وهي كانت لجنة مكونة من 3 أساتذة، وابن البيطر هو كان رئيس اللجنة، وكان قاضي لتوثيق المناقشة، لابد أن يشهد قاضي. نعم. أنه حصل على هذه الإجازة، وكان آنذاك الطب البشري والطب البيطري مجتمعان، وهذه موجودة، الأصل موجود على جلد الغزالة مكتوبة. واو، هذا فخر للمغرب. أيوة إن شاء الله. نعم. نعطيك هدية ونعطيك واحدة معه. Thank you. إن شاء الله. نرجع على تكوينة المجتمع المغربي. طبعا ننظر إلى معظم الدول العربية في طوائف عديدة وفي متعددة، نشوف في المغرب عايشين في أمان، عايشين في استقرار، عايشين. دعنا نتكلم شوية على الطائفة الأمازونية الأمازيغية. كثير في أمريكا ما يعرفون هالشيء. أيوة. لو تقوم في خدمة تشرح لنا تاريخهم وعددهم في المغرب وتأثيرهم على المغرب الجديد اللي نشوفه هون. هو المغرب لا يعيش ثقافة العشائر، ما فيها قبائل عشائر، فيها أحزاب سياسية. نعم. وقبل مجيء الإسلام كان المغرب مسكون من طرف الأمازيغ.
أمازيغ نعم. أيوة أنا واحد منهم من الأمازيغ. أيوة رئيس أمازيغ. الحكومة في الوقت الحاضر هو من الأمازيغ. أيوة رئيس الحكومة أمازيغ، يعني ما في فرق بينها نعم. بين أمازيغ نعم. وعرب صح. المغرب كلنا لخدمة المغرب، فيها أحزاب سياسية، جل أحزاب سياسية يترأسها أمازيغ، والتجارة فيها أهل سوس أمازيغ هم. تكلمني شوية على أمازيغ. يعني الأمازيغ هي لغة الآن تدرس في المدارس، لأن مع الأسف نسيت ولم تكتب منذ قرون، الآن بدأنا نكتبها، ودسترت الأمازيغية حتى في البرلمان في المستقبل ممكن تسأل بالأمازيغية. إذن نفس الحقوق، هي اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، ثم الانفتاح على اللغات الأجنبية. الآن نعطي أهمية كبيرة للغة الإنجليزية، بدأت تدرس بكثافة، والشباب الآن منكب أكثر فأكثر على اللغة الإنجليزية، لأنها هي لغة العلم ولغة المستقبل على مستوى البحث العلمي. كورس دكتور الأحسن في شمالنا في جالية عربية كبيرة أمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، في ميشيغان، في كاليفورنيا، في فيرجينيا، في نيويورك، في هيوستن. أعطيني المسج بصفتك أنت يعني مخضرم في السياسة، مخضرم في القضايا الاجتماعية في المغرب، شو بدك من هالجالية؟ كيف بدك العلاقة بين هالجالية الموجودة والمغرب؟ ولن أريد أن أبلغ لهم سلامي وتحياتي، وأهنيهم على علاقتهم بالوطن العربي، ولكن هذه العلاقة لا يجب أن تكون فقط علاقات تشوق وعلاقات قلب، يجب أن تكون علاقة عملية، خاصة بالنسبة للباحثين في التكنولوجيا، كيف يساعدوا الجامعات العربية على نقل التكنولوجيا، وكذلك المستثمرين لازم يستثمروا في هذه الدول. المغرب الأوروبيون والأمريكان كثير يستثمرون، ما نرى جالية عربية تستثمر في المغرب، والمغرب بلد منفتح وعندنا تجارة حرة مع أوروبا، بتصدر نحو أوروبا فري، ما في ضرائب، والولايات المتحدة وتركيا والدول العربية. نعم. إذن عندك ثلاث ملايير تقريبا نسمة بتصدر لهم. الآن كذلك الدول الإفريقية عندنا خطوط نحو 13 دولة إفريقية، هاب الدار البيضاء هاب نحو إفريقيا. إذن عندما تستثمر في المغرب فهي بوابة لإفريقيا، بوابة لأوروبا، بوابة لأمريكا، لتركيا والدول العربية. إذن وين هذه الجالية على مستوى الاستثمارات؟ المغرب منفتح على الاستثمارات الأجنبية، وأوروبيون يستثمرون، الكنديون الآن، الصينيون يستثمرون كثير في المغرب. وهي رسالة منك لهم حتى مرحبا بهم. نعم. سواء على مستوى البحث العلمي الجامعات، مرحبا بهم على مستوى الاستثمار، ومرحبا بهم على مستوى السياحة، لأن من لم يزور مراكش never died before visiting Marrakech. That's right. فاس يا مدينة عريقة في تاريخها 1200 سنة، والصنع التقليدي كما هو موجود هذه 1200 سنة، والمغرب يعني متنوع، فيه بحر، فيه جبال، فيه يعني لازم كل الفصول موجودة. من لم يرى المغرب يعني ناقصه حاجة. إذن احنا مرحبا بالجالية العربية في المغرب. دكتور شكرا جزيلا على الوقت اللي اعطيتنا اياه. انت ببيتك، مرحبا. وشكرا على الخدمات اللي قدمتها للمغرب، وفي الحقيقه الجاليه العربيه الامريكيه فخوره بالمغرب كبلد مستقر، بلد مفتوح قلبه للكل، وان شاء الله راح يصير التبادل، سواء كان على مستوى التجاره، سواء كان على مستوى الثقافه، على مستوى السياحه. ونتمنى في خطوط كثيره. نعم. بين المغرب والولايات المتحده. نعم. على مستوى الطيران يعني. نعم. ما في مشكل التنقل. شكرا جزيلا، مرحبا. اعزائي المشاهدين، كان هذا لقاءنا مع الدكتور الأحسن الداودي. دكتور الداودي له بصمات
في المجتمع وفي الشعب المغربي، سواء كان على مستوى الاجتماعية، على المستوى العلمي، على المستوى السياسي. وفي الحقيقة الشعب المغربي وقالة المغرب ينظرون إلى الدكتور الداودي نظرة، يستغلون الحكم اللي عنده، الخبرة اللي عنده، ودائما بيته مفتوح إلى استقبال الوزراء والمسؤولين حتى يأخذون منا الخبرة، يأخذون منا كيف يتعاملون مع الشعب المغربي ويتعاملون مع العالم. فباسمكم كلكم نشكر الدكتور داودي على هالقدمات اللي يقدمها. شكرا لك. شكرا. وسلامي وتحياتي للجالية العربية في الولايات المتحدة وفي كندا. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء آخر، وأسعدتم مساء. الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي. أنا مطمئن بالنسبة للمغرب، لأن نحن نعيش في محيط الزم. تعرف إيطاليا فيها أوروبا كلها. الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي. أنا مطمئن بالنسبة للمغرب، لأن نحن نعيش في محيط الزم. تعرف إيطاليا فيها أوروبا كلها. واحد بس إلى واحد مغربي.